وين انتشرها لو علي؟ قبل اسبوع، قبل اسبوعين من اول ثالث يوم رمضان جبت لي اياها. هذا الخامس الحمد لله. هذا ولدي الثاني، ولاد اختي رامي ومحمد، ولاد اختي سعيد الحوتم، ومن اختي الثاني حسن. الثاني ابن عمي قبل 40 يوم، اليوم 40 استشهد. عمر عبد الفتاح. عمر عبد الفتاح الجنيد. انتم من الصابرين. ربنا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بعد الدنيا بعد احوالها، وطن غالي، وطن بده صبر، بده صبر وبده تضحية. والوطن مش بهالسهولة يعني يرجع. ضيب كم عبد بالدم والشهداء. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله علمنا الله. مش راح يكسرونا. نحمد الله. والله ما بيكسروا شعرة في جسم. حبيبي يا خال. لا يا ابن الحلال. حبيبي يا خال. هذه برضه وطننا، هذه أرضنا. حبيبي يا خال. إن شاء الله. إن شاء الله. سوف أقدم أخرى المزيد من الشهداء. وأنا إن شاء الله بخير. عمره 45 سنة. عنده 3 أولاد. ولد ابنه السنة التوجيهي. وعنده ولد بنت صغار، واحد سادس وولد سابع. وحنون والله ما فيها زيه حدا. يعني شو بدي احكي لك عن محمد؟ كل جمعه بيجي عنا بزور كل خواته، كل جمعه لازم يجي يزورنا، لازم يجي بكتنا، ما بتعرف كيف يعني. الله بصر. سبحان الله. يا عمر يا ابن الخطاب، جيب لك شيخ الشباب، جيب لك شيخ الشباب. الله اكبر. ويا شاهد تهنى تهنى، يا شاهد تهنى تهنى، عم تستنى يا صدقوح تهنى تهنى، يا صدقوح تهنى تهنى، والحورية عم تستنى، والحورية عم تستنى، يا صدقوح ولا تعبس، واحنا نواصل الكفاح، واحنا نواصل.